جانا سير شيء مو طبيعي، وين الجهات المعنيه؟ وين المساعدات اللي تجينا؟ ما حد جابنا. والله الوضع مو زين، ماساه، يعني والله عبرنا مشي، انا وهالطفل، وبهالسيول والله السيول شالت الخيار، العالم انحسرت. السبب اهمال. اهمال نعم. حاليا العوائد جاي تنزح، لان لان احنا هسه مهددين بقرق ثاني. نزوح قصري من منديلي ليس بسبب الحرب هذه المرة، وإنما جراء السيول التي تعاود اجتياح المنطقة من جديد. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. من هنا البداية.